ولذلك الله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا في القرآن بأن هؤلاء مهما بلغ حرصك عليهم فإنهم لا يهتدون. وهذا فيه فائدة، أن الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يعتدل في دعوته، لأنه يملك هداية الدلالة التبليغ والإرشاد، أما هداية التوفيق فبيد من؟ بيد الله. قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. نصوص في هذا كثير، والمقصود بأن من سبق في علم الله أنه لا يهتدي فمهما بذلت فلن يهتدي. لكن هل هذا يجعل الداعي إلى الله عز وجل يقعد عن تبليغ دين الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يعلم هداية التوفيق، لا يعلم أن الله تعالى يهدي هذا ويضل هذا من حيث المآلات، من حيث المآلات، وإنما عليه ماذا؟ البلاغ. إنما عليك البلاغ. قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت استمر في طريق الدعوة ولم يتغير، يدعو الناس: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه.